حسين يما، حسين يما رد علي، حسين زمزم زمزم لحقي عليه اخوك ما ادري ايش فيه زمزم. لو شفت شلون هجم عليهم كنا مصارع جيود. ازرده من قولته وطق طق، ولما فزعوا له الشباب ربعه ما همه، حذف الاول يمين والثاني يسار، اقول لك طشرهم كنا الرجل الحديدي. الله، كل هذا يطلع من زيود؟ اي والله شوفت عيني ما حد قال لي، ما شاء الله عليه ايش سوى فيهم؟ خلاهم ينحشون كنهم فيران. عجيبه، عاد يما ايام المدرسه كان خواف، كله يطالعنا واحنا نتهاوش وما يسوي شيء. اي عاد هذاك غير ايام المدرسه، بس ما شاء الله عليه عيني عليه بارده، عافيته زينه وريال وعقله كبير بعد. ياه يما، اليوم شكلك راضي على زيود الصاير بالدنيا. لانه بين معدن اليوم، والانسان ما تعرفه عدل الا بهالمواقف. الله، بين معدنه يما، ولا عشان فزعلك وتهاوش قدامك؟ لا لا، مو علشان تهاوش، بالعكس انت تعرفني انا ما احب العنف ولا اشجعه، هو كبر اصلا بعيني لانه تصرف بعقل، تحمل اهانات الشباب ولا قال شيء ولا حتى مد ايده ولا شيء الا لما تطاولوا عليه، يعني رضى على نفس الاهانه ولا رضى على ام صديقه اللي هي بحسبه خالته. يما انا قايلك من زمان زيود خوش ولد ومحترم وطيب وحبوب، بس انت ما ادري ليش كنت كارهته يما. انا مو كارهته، انا بس ما كنت بالعته. عموما اللي ما يعرفك ما يثمنك، اليوم بس ارتحت له وعرفت انه خوش ريال. زين زين الحمد لله، اهم شيء تكون راضي علينا يا الغاليه. لما ما قلتي لي شلون الحين نفسيتك من بعد ما كنت تداومين بالقهوه؟ يما ايش فيش تعمستك كذي؟ خير صار شيء؟ حياك يبا، حياك على الغداء، عاد حدي جوعان. هلا يبا هلا، اخوك جاسم ما وصل. يبا اتصل عليه مشغول بالمكتب، قال لي بيتغدى هناك. اي ما شاء الله، عيل هالخير هذا من اللي بياكله والله. انا هالطباخ هذا قايل له 60 مره لا تسرف بالاكل، لا تسرف، لا تسوي وايد. طيب مو هو اللي بروحه مسوي الاكل، خالتي ما رايها جايبه اكل. اي وانا اقول شايبها، هي ما تدري ان امك مو هني، امك مسافره. بلا يبا تدري، بس امي موصيتها علينا، حتى شوف هي تدري انا احب الفقع مسوي فقع. ما شاء الله ما شاء الله، حط طباخ مناير مسكت، وطباخ الاسفل اللي عندنا هذا. اشوف تجيب لي تجيب لي يبا تجيب لي تجيب لي تجيب بس 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 خلص خلص ابو مكون. يبا بحاجيك بموضوع الحين. يلا تفضل قول. يبا ابي اشتغل بالشركه. مكتبك موجود من هذاك اليوم اللي جانا فيه عمك بنواف. اي بس لا يبا، يعني انا بشتغل صدق، يعني حتى لو تحط لي مكان ثاني بس علشان اتعلم، يعني عشان اشتغل صدق صدق صدق، يعني مو بس مجامله. عسى ما شرع عدنا. يبا ايش فيك؟ انت دائما تقول لي اشتغل، الحين تقول لي عسى ما شر؟ يا سوى نحن عليك، اشتغل اشتغل ماكو فايده، لكن الحين الغريب مو انك تشتغل، الغريب انك الحين تحدد، شو اللي غير رايك؟ يا يبا يعني انا خلاص يعني تعبت من قعدة البيت، قلت يعني لمتى بقعد كذي وانت تصرف علي، يعني عيب. اقول الشمس ما طالعه اليوم. هذا الكلام السنع اللي ابي، هذا الكلام اللي يريح البال. كفو كفو عليك. شوف عاد من باكر تجي الشركه تداوم، مكتبك موجود، وانا بخصص لك واحد من الموظفين واشطر الموظفين علشان يكون وياك ويعلمك الشغل، ابيك تصير اشطر مني. مشكور. والحين ولا كلمه مجابل ايش ولا مجابل ايش. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقص عليك إذا أقول لك مستانسة أو مرتاحة؟ يا يما يا حبيبتي، أنت مو قلتي لي تبين تشغلين وقتك بشيء؟ كأنت صبح وعصر بالكافيه، إيش تبين بعد أكثر من كذي؟ أنت إيش قاعد أسوي بالكافيه يا فهد؟ يا مرتزة ورا المكتب ولا إني أحوس بين الطاولات أو بالمطبخ؟ والله يما ماني عارف لك، فريت راسي، ماني عارف شلون أرضيك.
أنا ما أقول لك علشان ترضيني، أنا بس كذي قاعدة أفضفض لك يعني أطلع اللي فيني. خلاص يما فضفضي، قولي اللي عندك. ما أعرف شو أقول لك، أنا حاسة بملل من سنين من توفى أبوك الله يرحمه، عمري ما حسيت ملل ولا فراغ ولا حتى ضيقة خلق، لكن من تقاعدت ما أدري إيش فيني، كله ضايق خلقي وكل متمللة، ما أدري أحس إني فاضية، ما مني فايدة. عفا يما، شلون ما منك فايدة؟ أنت الفايدة كلها. أنا اللي أنت شاطر فيه بس تقص عليه بهالكم كلمة. هاي يما يا الغالية، تشكين بغلطك عندي؟ لا يا يما، أنا ما أقول كذي، بس أنا كذي أبي أرجع مثل أيام الدوام، أحس بقيمتي، أحس إني قاعدة أسوي شيء، صح إني الحين مديرة كافيه، لكن حاس إني ما قاعدة أسوي شيء. والله يما ما أدري شو أقول لك. أنا ما أبيك تقول شيء، قلت لك بس اسمعني، أنا بس قاعدة أفضفض. حاضر، وأنا قاعدة أسمعك. ما أدري، قالوا لي غيري شكلك، هذا أنا غيرت شكلي. افتحي مشروع، مثل ما أنت قلت لي، فتحت مشروع، صرت مديرة كافيه. بس للحين ماني راضية، ما أدري، أفتقد وظيفتي، أفتقد الوزارة، أفتقد الموظفين ربعي، حتى وكيل الوزارة. أقول لك شيء بس ما تضحك علي؟ قولي. تدري كل يوم الصبح وأنا رايحة الكافيه أمر صوب الوزارة وأدش موقف السيارات هناك وأحوس بسيارتي وأشوف موقف سيارتي صفت في سيارة ثانية أنقمت. بصراحة عمري ما حاشتني ضيجة كذي من توفى أبوك الله يرحمه. يما تقارنين أبوي الله يرحمه بالوزارة؟ وليش ما قارن؟ أنا ما في شيء كسرني بحياتي كثر وفاة أبوك إلا التقاعد. زين يما دام متضايقة لهالدرجة وحالتك حالة، شوفي لك أي طريقة تطلعك من هالضيقة. خلاص عيل، شوف لي طبيب نفسي. زين ليش يما؟ ليش؟ ما فيها شيء، عادي مثل أي طبيب يعني أراجعه، يمكن يمكن أقدر أطلع من هالضيقة. إن شاء الله بشوف لك. شلون تطلعين بدون لا تقولين لي؟ إيش فيك أمي ما حطتني فجأة أدق عليك؟ زين مني حطيت العبات على راسي، فجأة قالت روح الجمعية. أنفال، أنا مو ياهل عشان تقعدين تقصين علي بهالحكي. بعدين لحظة، أنتوا وشكوا قاعدين تطبخون وتنفخون حق بيت الشارد؟ مو كافي إنهم راضين يزوجون ولدهم حق أختك؟ والله هذا الحكي يقوله حق مناير، لا سمعني يا أنا. المهم ما علينا. المرة الجاية إن بغيتي تطلعين قولي، سمعتي؟ إن شاء الله حاضر. بس قول لا إله إلا الله، أنت إيش فيك هاليومين صاير حكر؟ لا إله إلا الله. بس شوفي، عاجبك عاجبك، مو عاجبك غصب عليك راح يعجبك. احنا للحين ما تزوجنا وانت كذي، باكر اذا تزوجني ايش تبي تسوي فيني؟ والله عاد ليه تزوجنا بحطك بقفص وبقفل عليك. عمرك سمعت بطير حب سجانه؟ هي هي هي، ايش فيك انت؟ وين قاعده قصر حسك؟ اسفه ما ادري. نفول ترى راح نتزوج. ليش؟ مستعيل على القفص؟ لا ايش اقول، مو كذي السالفه. بس خلاص يعني مليت، مليت من سالفه المواعيد بالجمعيه ومحاتات، كل دقيقه اتلفت اخاف احد يشوفنا. قريب، قريب ان شاء الله. اي قريب؟ اليوم عن سنه. لانك قاعد تراقب الوقت. لا تراقب الوقت، لان الوقت مثل الحرامي، يبوق الايام من الناس. لما تحط عينك عليه ما يتحرك، بس لما تنسى تلقاه يركب يركب. زين يلا خلصي. خلصت، اصلا انا ماخذه اشياء وانا وياي 5 دنانير. امشي امشي يلا امشي. وين؟ لا انا بمشي من ذاك الصوب، تبيني الحقني. تعالي. نفول. نفول. يا حاجي كان. تدرين عمري ما فتحت قلبي حق واحده وسولفت لها عن حياتي الخاصه غيرك. ما ادري ليش لما تقول هالحكي مو قادره اصدقك. افا تكذبين انواع؟ انا ما قلت انك كذاب، قاعد اقول ما صدقك. انزين اوكي، شنو اللي انا قلته وما يتصدق؟ ما ادري فهد، بس يعني واحد مثلك ولد عائله ما شاء الله عليه مزيون واسلوبه يهبل، يعني فوق كل هذا بعد مشهور، شلون ما الاقي واحده تحبها ويحبها وتفهمها ويفهمها؟ فهد، فهد انت وياي؟ كملي كملي بعد، انا وايد مستانس انك انت قاعد تمدحيني، بعد قولي انه والله
زقرتي ولبيس وجميل ودمه خفيف وعسل كم. اوه عاد انت ويك لا تنغر علي، ترى والله ما امدحك مره ثانيه. تصدقين عاد انوار بقول لك شغله، انا وايد 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 اعزك واحترمك، ما ادري وحاسي ارتاح لك بعد. وانا بعد. بس في شغله واحده مخربه كل شيء. شنو؟ ما اعرف عنك ولا شيء غير ان اسمك انوار، وانا كل شيء قلت لك، انت حتى على الاقل ما قلتي لي وين ساكنه. غصبا علي فهد. والله ودي اقول لك كل شيء بس ما اقدر. وليش ما تقدرين؟ شنو موافقه فيني يعني؟ فهد مو شي السالفه، انت مو فاهمني. لا تلفين وتدورين انوار، قولي لي موافقه فيك وخلاص، ترى انا ما تعودت عليك تكذبين. فهد انا مو قاعد اكذب. وأنا واثقة فيك 100%، بس ما أدري، أخاف لو عرفت أنا منو أخسرك. تخسريني؟ تصدقين الحين صار فيني فضول أبي أعرف شنو الموضوع؟ فهد تكفى خلها بعدين. لا دام خايفة أبي أعرف الحين، دام الموضوع فيه إنك تخسرين وخسرك أكيد الموضوع شايد. انت ولدي خبزيدي اللي خلاك تترك الرباده والكسل وتتعلق بهالوظيفه اكيد شيء شايد. شيء شايد؟ شنو شيء شايد؟ شنو شيء شايد؟ يعني واحد لما يفكر عدل شويه يفكر يخاف تسوي شيء شايد تشكون فيه؟ ترى انا امك، لا تمثل علي، انا امك. بين؟ بين نفس الطينه نفس الافكار، انا امك يا ولدي اترك عنك التمثيل. دمجت حبتين. المهم اي شيء براسك قطه بعيد. وبعد يشطان بعد يشطان بعد يشطان. شلون يما؟ اسمعني، الكم فلس اللي تاخذهم من نادي وولد ما راح يفيدونك، ما راح يغنيك الا كلام امك وخططها. شلون يعني؟ سهله. يعني اللي جرى على امل ممكن يجري على ناديه بسهاله. إيه؟ وبدل ال30,000 يصيرون 300,000. اوف. وبعد يشطان وبعد يشطان وبعد يشطان وبعد يشطان والله يما 300,000 وبعد يشطان وبعد يشطان وبعد يشطان. فكر فيها عاد الليله. شلون افكر؟ شلون توبك؟ اي توبك خلاص دشت الفورمه يما. توبك 300,000 وبعد يشطان وبعد يشطان. هلا بالشيخة، هلا بكبيرة العوايل. نعم؟ أنت من صدج ولا قاعد تستعبطين علي؟ تحكي عدل. لا من صدجي. أنا أخذ زيد. كنت معجبة فيك قبل أشوفك قدام بيتنا ويا زيد. ليش يا أنوار ليش؟ ليش تحطيني بهالموقف السخيف؟ عشان كذي ما كنت بقول لك. كنت أدري إني بتعصب وبتضايق. أكيد بتضايق وعصب. زيد بحسبة أخوي، اللي مسه يمسني. اللي ما ارضى عليه هم ما ارضى عليه. فهد احنا مو قاعدين نسوي شيء غلط. الا غلط ونص. انوار لا تقصي على نفسك. يا الله شو اسوي انا الحين؟ شو اسوي؟ شو هالموقف المحرج اللي حطيتيني فيه؟ زين فهد تعود من ابليس. هدي شوي فهد. على الاقل خلينا نتفاهم. ترى كلش ما له داعي تسوي شيء. انت ايش قاعد تقولين؟ ايش قاعد تقولين؟ قاعد اقول لك هذا زيد بحسبه اخوي واكثر. طلعنا مع بعض، اكلنا مع بعض، تهاوشنا حتى مع بعض. ليش كذي تسوين؟ ليش؟ فهد انا احبك وما سويت هالشيء من صدق معجبه فيك واحبك.
فهد فهد تكفى لا تسكت، قول شيء. شو اقول بعد؟ شو اقول؟ انت خليتي فيها شيء انا اقدر اقوله؟ فهد انت بس لو تهدى شوي وتخلني اتفاهم. ما ابي اتفاهم معاك ولهني وبس، لا تمسخ السالفه. شنو يعني؟ شنو يعني خلاص؟ يعني الحين تمسحين رقمي وتنسين انه صار بيننا معرفه، كني ما عرفتك كلش. لا فهد، فهد انا ما اقدر اسوي كذي. لا تقدرين، واذا مو بكيفك غصبا عليك، وهذا اعتبره تهديد، ان دقيتي مره ثانيه ودزيتي مسج راح تشوفين مني شيء عمرك ما شفتي. انزين انزين فهد تكفى، خلينا نتفاهم على الاقل. ما ابي اتفاهم خلاص، يلا. الو؟ الو فهد؟ الورطة هذه حبيبتي، أنا رايح الديوانية، تبي شيء؟ سلامتك حبيبي، بتنام اليوم هني؟ لا يبا ما أقدر. أحلام أبوي، أنت تدرين أن أنا ودي أقعد معك كل يوم، بس أنا ما ودي أحد يشك بشيء. أدري، مقدرة هالشيء، وهذا اللي اتفقنا عليه، أقصد اللي أنت وأمي اتفقتوا عليه. لولا الاتفاق هذا كان كل واحد منا بصوت. بعدين أنا أدري أن الوضع وايد متعب ومزعج ومو حلو، بس شو نسوي؟ لازم نتحمل. قولي إن شاء الله أنا ما يتم على طول كذي، إن شاء الله يكون فترة مؤقتة. صدق جاسم؟ تتوقع في امل اهلك يدرون عن زواجنا ونفتك من هالحاله؟ اكيد، وانت على بالك بنتم كذي على طول، باكر بتجيبين عيال والعيال بيكبرون، ما راح انتم على الحال هذا. الله، تبيني انطر لاجيب عيال وعيال يكبرون؟ مو قصدي يعني، مو لهالدرجه، قول ان شاء الله قبل. كم بخت، يا ليت اليوم قبل باكر جاسم. واي ما اتخيل ان انتم متزوجين كذي فتره طويله. كل شيء بالخش، ودي نطلع، نسافر، نتسوق، نتمشى، نتغدى، نتعشى. هل اثنين متزوجين مو كله خايفين ان احد يوصل حق اهلك ان احنا مع بعض؟ ما له حبيبتي، تحملي، اذا ان الوضع متعب ان شاء الله الوضع هذا بيكون مؤقت، انا متاكد ان شاء الله يا رب. انا ماشي، تبين شيء؟ سلامة عمرك. يلا في امان الله، مع السلامة. Thank you.
الو ها جاسم وينك؟ يلا دخلت المطعم؟ اوكي اوكي يلا تعال كابينة 9 باي. اسف حبيبتي ادري تاخرت عليك شوي سوري. لا عادي بس انت كنت وراي شو اللي اخرك؟ ماكو شفت واحد من ربعي عند الباب اضطريت اخذ فره بالسياره على ما يمشي تاكدت انه مش نزلت. من صدقك جاسم؟ شنو يعني لو رفيقك شافك بروحك داخل المطعم؟ مو حبيبتي انت ما تعرفين ربعي ايش كثر ملاقي يعني انا لو واقف وياها دقيقتين كان سالني 600 سؤال يعني مع منو تتعشى مع منو بيني وبينك انا مالي خلق افتح علي بيبان مسكره. حبيبتي احلام احنا جايين هني علشان نطلع ونستانس ونغير جو مو عشان نكد على بعض ونفايق بعض يعني شنو صار تاخرت عليك شوي واعتذرت لك. ذمتك جاسم هذا مفهوم الوناسه عندك؟ كل واحد فينا طالع بسياره لا فوق كل هذا قاعدين بكابينه متر في متر وين الوناسه جاسم وين؟ والله قولي لي شنو تبينا نسوي؟ هذا وضعنا شنو المفروض نسوي؟ لازم نتعود عليه ادري انه وضع مؤقت بس لازم نتعود عليه احلام يعني على الأقل أحسن من قعدة البيت. لا والله جاسم نفس الشيء على الأقل بالبيت ماني مجبورة أحط مكياج وأسوي شعري وألبس علشان أجابل الطوفة. أفا طوفة؟ زين وأنا وين رحت؟ كاني مجابلتك هني والبيت نفس الشيء. أحلام تكفين الله يخليك سكر الموضوع خلاص صدقيني أنا قاعد أحاول كثر ما أقدر أطلعك من الهم والغم اللي أنت فيه قاعد أحاول أونسك بس هذه حدود إمكانياتي شنو المفروض أن أسوي؟ قولي لي شنو المفروض أن أسوي أكثر من كذي؟ ولا شيء نصبر ونتحمل ليتغير الوضع. أشوف يا زتلك القعدة ها؟ إيه حتى وقلتهم 15 يوم الحين صار لكم فوق الشهر. ايه احاتي الفلوس احاتي الفلوس. عيل والهان عليك. لحظه قصر التبن ها قصره ان شاء الله. هذا ولدك بعد شو تسوي؟ ان شاء الله. ايه لا تطولين حيايبه انا سالتك سؤال قلت لك متى بتجون ما قلت لك باجر تعالوا ابي تعطيني موعد محدد. لحظه عدنان ايبا ما تسمع تلفونك علامك روح طالع من اللي يدق علينا. ان شاء الله يا بشار. ايش اخبارك؟ من اتصال البيت؟ ما تريد اتصالات. اي عاد سمعيني عدل. باكر من الصبح تقولين حق الدكتور ومتى بنخلص علشان تعطيني خبر ومتى بتيون. ولا ترى شوفي اقطع عنكم المصروف واوقف الكرت بعد. اكيد بيها انا قلبي. يلا يلا فوالا. لا ابد سلامتك بس امي تسال اقصد انا اسال اذا عمي عبد اللطيف يبي باكر شيء على الغداء مخصوص. قول اللي قلت لك حلفتش ولا اكرج. زين عدنان انا اسفه بس لان طاحت مني السماعه انا اسفه. قولي ان شاء الله يما ان شاء الله. عدنان انت بخاطرك شيء باكر على الغداء نسوي لك اياه يعني مخصوص لك ترى ما يردك الا لسانك. قولي لي عزيز وغالي قولي. فرحان عدنان ترى انت عزيز وغالي. حاضر حاضر مع السلامه باي. انت ما تسوين اللي اقول لك الا بالطيب ايش فيك؟ يما انا ادري انت ليش تبيني اسوي كذي وما ابي اسوي اللي انت تبينه ما ابي. بتسوينه غصبا عليك ولا ترفعين حسك امي فاهمه؟ يما انت ليش كذي قاعد تسوين؟ ليش تبي تحليني بعين عدنان ليش؟ ليش تبين تحسسينه ان انا مهتمه اني اعرف هو شنو يحب شنو ما يحب شنو يحب ياكل شنو ما يحب ليش ليش؟ مو شغلك انا امك بدري بمصلحتك تنفذين اللي اقولك وبس. لا يما انت تبين تحليني بعينه علشان يتزوجني صح ولا لا؟ لا صح. ليش عيب؟ ايش ناقص عدنان؟ اكبر هوس منها كل بنت تتمناه مالت عليك. بس انا ما ابي يما وانت تدرين ليش؟ لا بتاخذينه غصب عليك واللي ببالك شيلين لا اكسر راسك عاد انا بظل ورا عدنان بظل وراه لما ياخذك طال الزمن ولا قصر.
عدنان. علي يبا. من المتصل؟ يبا هذه انفال، انفال اللي متصله. اي انفال؟ انفال بنت خالتي مناير متصله عشان تسالني عن غدا باكر. اوه هذه كل يوم طاقه وياها شلاله وجايبها جدر تقول الناس يواعه. يبا المره ما سويت شيء، بعدين امي اللي موصتها علينا، بعدين بهالزمن ترى ما حد يسوي كذي. زين قول حق الطباخ باكر لا يطبخ، دامهم زيد بتجيب الغدا ان شاء الله. يبا اقول ما قلت لها سألتها يعني ايش بتسوي؟ هي انفال متصلة علي تسألني يعني شنو مشتهين، بس انا قلت لها ايش تسوون حلو. يا ليت انا اللي رات عليها، كان بخاطري مرقوقة من زمان ما ضقتها. يبا تبني اتصل عليها؟ لا 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 عيب، هي لقى هي انا كل حق هذا يسوي اللي تسوي. يبا ان شاء الله. يبا حب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايش صاير؟ شو السالفه؟ وين ما تشوف شيء يا زيد؟ احمد وينكم يا ناس؟ بالدنيا عسى الله ما يحرمني منك. ولا يحرمني منك حبي، ولا منكم كلكم. مساكم الله خير. ما قصرتوا. كل عام وانتم بخير. شكرا شكرا. شكرا شكرا. يلا يا حبيبي يا يمه يمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك يمه؟ يمه انفال، انفال دازت لي مسج تقول لي ما فيك. وليش يا يمه مسوي لها شيء؟ متهاوشين؟ خاف متهاوشين يا يمه وتدلع عليك؟ لا يمه مو متهاوشين، مليت وانا ادق عليها مو قاعده ترد. وحسين من صدقك انت؟ من صدقك مني والطريج تقول لك ما بي؟ شوف يا يمه اقرا المسج اللي دزتها. قوه حسين، الزواج قسمه ونصيب، والله مقاسم لنا نكون من نصيب بعض. اذا صدق تحبني دعي لي، الله يوفقني. انا خلاص ما ابيك، اسفه ما اقدر. لا تكرهني، مع السلامة. يما فج الباب، يما واللي سلمت فج الباب الله يخليك. يما فج الباب، يما الله يخليك فتش الباب. لا تسوي كذي يما، فتش الباب يما. خلاص اعطيني تليفوني يما، فتش الباب واللي سلمت فتش الباب. يما فتش الباب. يما فتش الباب الله يخليك. يما يما فتش الباب. يما احس انه في شيء غلط، انا قلبي ناقصني. ما يخالف يا يما، ما يخالف يا نظر عيني، انت عود من ابليس وصل على النبي. يا يما بعد شوي ان شاء الله بنعرف كل شيء، بس واللي يسلمك يا يمه اهدى واللي يرضى لي عليك. مو بيدي يمه، والله مو بيدي، احس بموت من القهر. بسم الله عليك يا يمه من القهر. يا نظر عيني انت اصبر شوي، خلني نقعد ونتباصر ونفكر يمكن نوصل حق شيء. يا يمه الجزع وقت المصيبه مصيبه ثانيه. اخ يمه المصيبه هذه غير عن كل المصايب. أنا كنت حاس إنه في شيء، ما أدري ليش يمه، بس والله كنت حاس كلش مو مرتاح من نفسي بعيال الشارد.
يا يما كل مصيبة وكل مشكلة ولها حل. أنت بس قول يا رب. يا رب. حبيبي أمي مشكور وما قصرت، الله لا يحرمني منك ومن اهتمامك. الله يسلمك أمي، أنت تسهلينك الخير، بس اللي يستاهل الشكر زيد. زيد طبعا، أمي زيد هو اختار انه يجيب لك كيكه يحط عليها صورتك ويسويها الليله هذه كلها، ولا علي انا، كانت كيكه صغيره وانا وحطها عندك بالمكتب بس. والله هالزيد هذا طلع مو هين، الصدق مع اني اول ما شفته على بالي مثل امه نفس الحركات نفس التقلقص، بس لا يوم عن يوم يثبت لي انه فعلا كفو. لا لا خوش ولد، يما صدق نسيت اقول لك، انت طلبتي مني دكتوره نفسيه. اي صدق تعال. هذه احسن دكتوره نفسيه بالكويت وان شاء الله ما تحتاجينها. ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك يا يما، ما قصرت حبيبي، جزاك الله خير. هلا زيود. ها استانسه؟ اي اكيد استانسه، الله يرضى عليك. شوف عاد هو قال لي ان هالتنظيم هذا كله منك انت. اهم شيء تكون راضي علي. الله يرضى عليك. بس ها ترى ما حطت عمرك عشان لا تزعلين مني احطك بحراج. زين سويت ايش وانقذ نفسك ولا كان الحين الله العالم ايش بسوي فيك؟ زين تشوفون شيء. سلامتك سلامتك يعطيك العافيه ما قصرت. شكرا مشكور حبيبي. مشكور. يما انا خلاص تبي بستأذن. هاو تو الناس. بمشي ما يصير، احنا قلنا الكافيه هذا حق البنات ما يصير اراز ويا على ابن صاحب الحلال. والله كلك ذوق. خلاص يما روح الله حافظك. تبين شيء؟ ابي سلامتك. يلا حمد الله. حبيبي الله يسلمك يا رب. يما مسمى يما حرام عليك اللي قاعد تسوينه، والله البنيه معوره قلبي من خذيتي تليفونها وحبستيها بغرفه انوار وهي مقطعه قلبي. مرادها بتطخ وبتنسى غصبا على ابوها. اي ليش يما ليش؟ ليش كذي؟ ليش اني امها واعرف مصلحتها. يما بس انت تدري ان انفال تحب حسين. حبت هالقراده هي معاه. شو الخرابيط هذا؟ حب وخرابيط ما عندنا احنا كذي. يلا عاد اذا بتحب تحب رايلها بعدين. اي بس يما هذا ما كان رايج قبل، لما خالتي رزقه تقدمت لها وطلبتها حق حسين ولدها انتي استانستي وطرتي من الفرحه. اي ليش انه ما كان قدامنا الا هالطايحه طايح الحظ، ما كان سم منه. اي بس هي تشوف احسن واحد بالدنيا. عمي ومدمغه. الحين هو هذا الطايح الحظ احسن من عدنان الشارد؟ في شنو؟ سياره كح تمشي وتوقف. معاش لين نص الشهر ما يكفي، وظيفه دايخه. امه وابوه بيتهم كحيان اكثر من بيتنا. روحي زين فكيني بس. سيد تحبه يما يعني تحبه حبتها القرادة. أنا والله مستغربة، معقولة أحلام تاخذ جاسم وأنت بتاخذين الأبو وحسين يصير عديلهم؟ ما يصير يا جماعة، الله ما يقبلها. يما أنا وأحلام غير عن أنفال وأنت عارفة هالشي عدل، يعني أحلام راضية بجاسم وأنا رضيت بالأبو لأن حظي ردي أدنى ما حد رح يطق بابي. بس يما أنفال غير، أنت أدنى أنفال تحب حسين ومتفقين على الزواج وأنت كنت راضية، شو اللي غيرك؟ ليش؟ والله اللي غيرني ما بيكم تصيرون احسن منها. هاو اي والله، انتوا تاخذون البلايه وهي تاخذ واحد مقرود، والخير يا اهل بابها ردها. لا والله، وعدنان يموت عليها مستخف عليها. اي بس عدنان متزوج. متزوج يما متزوج عادي، كابوي اخذ شلثم على امي الشريكه عادي، الله محللها. لا والله يما 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 شيك. خالتي رزقه تحت بيتك. ها لي طريت شو اسمه ذهب للعصا كله من نجوم الحنتج. هلا زيد خير، تبي شيء؟ بعطيك هديتك. هدية بعد؟ اي لازم، بس ها ما علي ترى هدية على قدي، إذا تبين هدية أغلى زيدي معاش وحسين الجاي بجيب لك هدية أحلى وأحلى بعد. مشكور عموما، يعني الهدية مو بقيمتها، يكفي إنك تذكرتني وشكرا على كل اللي سويته لي، شكرا. تفضلي. شكرا. يلا، تبي شيء؟ سلامتك. مشكور، دير بالك على نفسك أمي. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أمي؟ بعد أمي؟ البنت انخطبت والله يا رزقه، واللي خطبها ما يرد. أنفال موافقة؟ هاو؟
أنفال ما تطلع من شهر أمها. وحسين. إيش في حسين؟ مناير. أنا مكلمتك وقالت لك حجزي لي للبنية. حسين يبيها على سنة الله ورسوله. وأنت قلتي حياكم الله وهذه الساعة المباركة. إي بس ما دفعتوا عربون. ما حسين سيارة هي؟ شلات عجزتوها؟ بنت آدمية؟ نفلوف هي ولا سيارة؟ الله يهداك بس. أنا قلت لين تطوف ثانوية المرحوم الله يرحمها بس. والله إيش كثر باقي له؟ شهر شهرين ثلاثة وايد. وايد على ولدي؟ وايد على ولدي يا مناير؟ والله ولدك ولا ولد غيرك؟ أم حسين الله يهداك شو الحكي هذا؟ نصيبه يا للبنت رده، وأنت تعرفين هم البنات لما الممات، أنا ما صدقت على الله حد يطق بابي، تبيني أنطر لما تكرمون تردون لنا خبر؟ وين قلت لك ما عندي مانع يملكون والعرس الأسبوع الجاي؟ إيش عقبه؟ تأخرت الله يهداك، تأخرت أم حسين، وأنا أعطيت الناس كلمة خلاص. مثل الكلمة اللي أعطيتيني إياها؟ وعاد لا تصيرين يا عيل. أقول الكلمة وتردينها وراي. أنا قلت لك الزواج قسمة ونصيب، وبنتي مين من نصيب ولدكم؟ يعني هذا آخر كلام عندك؟ يعني أنت ملزمة تكسرين قلب ولادي؟ وليش أكسر قلبه؟ يا ربي، يعني تبيني أضيع مستقبل بنتي؟ لا والله، أو عيل أنا مالي قاعدة عندك هني، ولا أنا شاربة شاي. خلطي خلطي خلطي. راح تشوفين شر حبيبتي، حياك الله. سكي الباب وراك. يما يما. إيش تبين؟ يما فشلة يعني خلطي رزقة ما تستاهل؟ لا والله والله اذا بتزعل مني والطريق بالطقاق اي والله ولا تعطوني بنتكم ولا بزعل اضيع مستقبل بنتي علشان ولدها روحي مستقبل بنتك كنا صدق يما كنا صدق مو بناتك مخللين عندك مخللين ولا واحده منهم عظيم مستقبل اي مستقبل طرف الله علينا لا ري لا عمات عين فهد ايش فيك قاعد بروحك كذي؟ متى وصلت؟ من طلعت من الكافيه وانا قاعد هنا بروحي. الله كل هالوقت انت قاعد بروحك ليش؟ ما ادري ما حاسس بضيقه ما ودي ادخل داخل. افا اموتش منه يما. ماكو شيء يما ماكو شيء. شل عياره؟ انت اصلا صار لك كم يوم من طبيعي كلش، كله سرحان ومفهي وماد البوز، حتى في الانستغرام مالك حس كلش. هذا قلب الأم يعني؟ إيه قلب الأم يلا يلا قوم خندش داخل ونسولف على راحتنا لحظة إما لحظة الهدية هذه من منو؟ إيه هذه حليلة من زيد تصدق عطاني إياها وأنا طالعة يا حليلة زيود طول عمره راعي واجب إيه والله يا حليلة تصدق كل يوم أحسن من اللي قبله لا وصايرها بريح بعد عشان تعرفين يما إن ربعي شقردية وريايين واللي بدينا عاد يلا أنوارة خلصيني بتهاجري ولا الدار بتطير خلاص يما كاني خلصت يما عشان ما أذيش كل شيء يقول يلا بلا حذرة زايد يلا لا يما تكفى تكفى ولي سلمة جابوا سري وجابوا سيدة شمي خليجي ريك قلي قضبي دارك ولا تطلعين منها ولا تعرفين شو أسوي فيك يما ولي سلمة ما بتزوج عدنان الله يخليش ما بتزوجه بتزوجينا غصبا عليك وبعدين بتقولين زي سويتي يما بتشكريني وتبوسين ايدي وريلي يما الله يخليك مصلحتي مصلحتي ويا حسين واللي سلفيتك وين مصكك والصك حسين فوقك اي مصلحه ويا حسين قولي لي حسين تافه انسان تافه لا فايده ولا عايده انسان لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ايش تبين فيه يما احب الله يخليك احبتك بيك شو عمري اقولها كل مره ثانيه فاهمه ولا لا ما ابي اسمعها انتبهي انا مناير ما حد يعصالي كلمه فاهمه ولا لا وانت من نفسك بتقولي الملاش انا موافقه يما انا غير حسين ما راح اتزوج وان زوجتوني غيره عند رب العالمين هذا الزواج باطله بتاخذين عدنان غصب عليك وعلى حسين مالت عليك وعليه فوقك تدري لو عصيتيني ايش بسوي براوي مسجات زيد وانت تعرفين زيد زيد ضربه فيوزاته مينون خالص ما راح يذبحك راح يصلعك راح يعذبك راح يطقك تعالي يذبحك يذبح حسين وفوقك فهمتي يما انت ليش تسوي فيني؟ ليش تسوي فيني؟ ليش تسوي فيني؟ يني 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 بعد يني شوفي التشوه هذا مو علي انت انسانه غبيه ما تعرفين مصلحتك وانا اللي بدل ليش طريق مصلحتك قاعد بدارك ولا تتحركين ولا بسمع صوتك ويا ويلك سمعت صوت
بييك ويب زين معي. تبري يما تكفين الله يخليك تجيبها يما. يلا روح جهز العشاء يلا. ما أصدق أنت إيش قاعد تقولين يما؟ مستحيل أنفالة تسوي كذي. أنفالة تحبني شلون ترضى تتزوج غيري؟ والله عاد هذا اللي قالته أمها. غاصبينها أكيد غاصبينها يما أنفالة تحبني. والله عاد غاصبينها مو غاصبينها، تحبك ما تحبك المراد أبيك تنساها، البنية ما هي من نصيبك. أموت ولا أنساها يما؟ شلون تجيب هالصورة قاعد تقولي لي أنساها؟ عش تبيني أسوي لك؟ تبيني أقول لك تم على ذكراها؟ ولا أسحبك من إيدك وأوديك حق مناير وأقول لها تعالي ولدي أبي ترجاك عشان تزوجينا بنتك؟ إذا هالشيء بيرد لي أنفال أنا مستعد أسويه. نحلو بدارك يا نيت، زر عقلك، بتنزل كرامتك عشان بنية؟ يما هذه مو أي بنت، هذه أنفال. حسين، أنا وأبوك ربيناك ريال، ما يندق راسه ولا تدمع عينه علشان أنفال أو غير أنفال. غصبا علي يما، أحس روحي قاعدة تطلع مني. مليان المسج مالها. روحك ما راح تطلع، ما راح تموت قاصر عمر. نسيت اللي أغلى منها، ما تنسى هذه؟ ليش منو أغلى منها؟ ماكو أغلى من أنفال وراح. وابوك الله يرحمه، ابوك ما هو غالي؟ ابوك يوم انه توفى قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى، بكينا وحزننا عليه يوم يومين عشر، تالي سكتنا. الروح لو تلحق اللي نحبها وفارقونا كان ما لقيتني الحين واقفه قدامك. انا بيك تعتبرها ميته، قولها البنيه الله يرحمها ماتت، طلعها من قلبك، طلعها وانساها يا يما. ابكي يا يما، ابكي وطلع كل اللي بقلبك، ولين نزلت دمعتك وبقت اخر دمعه انساها. انا ادري انك انت قدها يا يما، ادري. ارفع راسك يا يما وطالع قدام وقول الخيره فيما اختاره الله. الله كل هذا يصير وأنا ما عندي خبر؟ وأنا أشوفك جري بالشهر كله مالك خلق أحد وكله سرحان. ما أدري شو أسوي يمه، السالفة وايد شايدة، ما أدري أدق على زيد وأقول له عن كل شيء وأخربها بالمرة. أو لا يا نيت شنو؟ تقول حق أخوها تستاثم فيها باكر يقوم يذبحها ويقطونها براسك. عيل يمه شو أسوي؟ قولي لي شو أسوي؟ شوف أنا أقول مدام أنت سديت الباب وحطيت حد حق هالخرابيط خلاص أنت سويت اللي عليك. إي بس يمه شنو بس؟ تحكي؟ ما ادري ما ادري. شنو اللي ما تدري؟ لا يكون الحين تحاكيها. اعوذ بالله. يما زيد بحسبة اخوي، واللي ما ارضى على نفسي هم ما ارضى على زيد. زين اشوى، اي شنو اللي ما تدري؟ ليش انا حاسك ذيك انك متردد ومعطي الموضوع اكبر من حجمه؟ يما الموضوع اصلا كبير. وزيد مو رفيج عادي. بحسبة اخو اكثر. وانا خايف اذا دره. ومنين راح يعرف اذا انت ما قلت له؟ ما ادري. ما ادري يما. أنا حاسس بغمته ومتضايق ما أدري شو أسوي. شوف يما فهد، أنا شايفة إن أنت سويت اللي عليك وما قصرت وبيض الله وجهك. وبعدين لما كلمته أنت ما كنت تدري هي منو. المفروض هي تستحي من نفسها على هالفعل الشين. يا ربي بنات هاليوم، إيش فيهم؟ لا حيا ولا حشيمة ولا خوف. فهد يما اسمع كلامي. أنا أقول أحسن شيء خلاص انت تنسى هالسالفه ولا كانها صارت اصلا. يما المشكله ما انا قادر انساها. شلون يعني؟ لا يكون انت متعلق فيها.
اي امه متعلق فيها. انا صدق كلمتها فتره قصيره بس يمه ما ادري حسيت اني تعودت عليها وايد. بعدين انا كان فيني شيء ناقص وحسيت انها هي كملته. والحين راح مني هذا الشيء. ويا حسرتي. وش ناوي تسوي ان شاء الله؟ ما ادري امه. بس اللي انا عارفه ومتاكد منه انه مستحيل اقدر بصاحبي. ايه. هل هذا اللي حب من اول نظره؟ هلا هلا بالشيخه، هلا بكبيرة العوايل، هلا بزمزم، هلا بهالصوت. الله شنو احب صوتك انا. لا والله صدق لو مستانسه كذا لانك سمعت صوتي كان دقيت، مو بس انا اللي اراكض وادق. مو حبيبتي شو اسوي؟ مشغول مشغول وايد وايد مشغول، وظيفتي الجديده مو قادر احك راسي. ايش فيك؟ عيل ما تحبني. شنو؟ انا ما احبك، انا اموت اموت فيك. اللي يحب احد ما ينشغل عنه كلش. مو شو اسوي يا مينونه؟ كل هذا مشغول علشانك. علشان منو؟ علشاني يعني؟ علشانك. لا والله شلون بالله، قول لي شلون عشاني؟ قاعد يجمع المهر، ما تبين مهر؟ صدق كلامك حلو يونس، بس هم ما راح تقص علي، انا زعلانه منك. زعلانه؟ زعلانه نراضيك، كم زمزم عندي بالدنيا، شو اللي مزعلك قولي؟ صار لك مده ما تدري عني زيد، ترى وايد تغيرت مو مثل قبل. مو شو اسوي يا عمري يا حياتي، الوظيفه الجديده مو مخليتني اتنفس. بس وظيفه جديده؟ اخاف حبيبه جديده بعد. كان زين. شنو؟ كان زين، كان زين اقدر احب غيرك، من صدقك انت؟ انا شاك ان انت سحرتني، قولي صدق اذا سحرتني، قولي خليني اروح افك السعر. الموظفين عندي بكوفي شوب يقولون ايش فيك؟ كل تقول زمزم وزمزم وزمزم. يمه منك من عيارتك مصيبه، ما ادري شلون تقص علي مع ان ادري ان حكي كله خواره. افا الحين انا صار حكي خواره؟ انا زيود تقولين عني خواره؟ صار لي ساعه تغزل فيك واقول لك سحرتني واموت فيك، هلا بكبيره العوايل صرت كذي؟ اي والله الايام راح تثبت لك، راح تثبت لك ان انا ما احبك. انا اتنفس هواك، هوا تغر حتى من الهوى. ايش تبين بعد؟ قاعد اغني لك كل 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 مطربين الخليج. يا بختي فيك والله. السلام عليكم. السلام عليكم. ايش تبي؟ ويا اكو واحد يكلم اخوك كذي؟ الناس يقولون نعم. رد السلام بالاول. عليكم السلام. خير؟ ايش تبي؟ زين كذي؟ ايه زين. الحمد لله والشكر. قال قول لي، امي دقت سالت قالت متى بترد؟ خلصوا ما خلصوا؟ ما ادري والله. تو ابوي كلمها وقالت انه بعد اسبوع يبين. اي كنا مطول امو. يعني امي قالت يبي لهم شي اسبوعين يردون، صار لهم شهر كنا عدل. خلي يقعدون شهرين. خلي ارتاح من القبوسه اللي ابوي بلشني فيها. والله العظيم انت تدري ان مرتك ما لها ذنب؟ انت اللي غلطان، انت اللي سويت هالشيء مو هي. بعدين احنا قلنا لك بس انت ما طعت، وعيب تتكلم عنها بهالطريقه وهالاسلوب. جسوم الحين الساعه 10 و59 دقيقة، يعني الحين مخي لا يستقبل لا نصايح ولا حكم. انا ما اقول الحمد لله وشكر ألف مرة. بعدين انا تعال ابي اعرف، الحين انت قاعد تتكلم عن زوجتك بهالطريقة ومرتك تقول لا والله هي تافهة وعقلها صغير وما تفهم، على اساس ان انت اينشتاين عبقرين وانا ما ادري. العبقرية تنقط منك، اتفه منك ما شفت انا عدنا نو. طير زين. كل شيء فاضي. شو تسوين بعد؟ ما تعرفين امي اذا حطت شيء براسها تسوي؟ تحملي حبيبتي. لا احلام ما راح اقدر اتحمل. الله يخليكم كلموها، والله راح يصير فيني شيء اذا ما خذاني حسين. بسم الله عليك يا حياتي، لا تقولين شيء نفوله. كانك قدامك تزوجت قصبا علي وما قلت شيء ورضيت بالامر الواقع. انت غير احلام، انت كنتي تبينا، بس انا وحسين غير، نحب بعض صار لنا سنين. انا انطر اليوم اللي ياخذني فيه. الله يخليك احلام كلميها واللي عافيش تكفين.
واي نفول مو صدقك يعني والله شلون نكلمها انت ما تعرفين امك على اساس انه شيء جديد عليك امك اللي براسها براسها لا انا ولا احلام ولا اي شخص يقدر يقنعها خلاص عاد فهمي شلون يعني اقط نفسي من دريشه اسوي بنفسي شيء عشان امك تحس وتعرف ان انا كنت ما ابي اتزوج نفوله ينيتي استغفري ربك مو زين مو لهالدرجه عاد شنو لازم اسوي قولي لي احلام لازم ارضى باللي تبي امك يعني ايه يا حياتي ايه نفوله خلاص ارضي باللي الله كاتب لك خلاص لا احلام تكفون لا تقولين كذي ما راح ارضى الله يخليكم قنعوها بنات تكفون واللي يسلمكم انت ايش فيك مو راضي تفهمين ماكو مجال يعني شنو نكذب عليك امك مو راضي تفهم خلاص وحسين الطاف حسين ايش راح يصير فيه واي تقول لي حسين يبا حسين الله يعينه انت الحين فكري بحالك محبوسه كأنك قطو بالغرفه هيا جليلي الحي هيا اللي ما تسعون على ويوكم حسبي الله عليك ما نعرف ننام الله ياخذك شيلين يلا والتالي يعني والتالي يعني ابوكم ما يبين بعينكم اللي قاعد اسويه كل هالتعب وهالشقا علشانكم وتالي يعني ابوكم ما مرتاح ابي اغفي اما بعين ابليس وهله سمعتش على طول تغنين حق ام كلثوم بس نص الكلام غلط جبتلك مجموعه كامله علشان تحفظين الاغاني عدل وما يصير عندك عذر كل عام وانت بخير ام فهد من زيد الجذري ليلك يا زيد والله يطلع منك
صباح الخير يما. صباح النور. ايش تو قاعده مبكر مو عوايدك يعني؟ يما بعد افتكينا من المدرسه بس متعوده على قعده الصبح. زين هاتش ودي الريوق هذا حق اخوك بداره. ايش دعوه بياكل عاد؟ ان شاء الله بياكل يا يما، اذا ما اكل على الاقل يشرب العصير. زين يما متى هو شوي معتكف بداره؟ كلمي خليه ينزل يقعد عندنا. هي ما شو اسوي؟ هو حتى دوامه مو راضي يروح، ديوانيه مو راضي يروح، بس الواحد شي يقول يا يما. ما يقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. لا يما حرام لا تقولين تدعين على وادم. هي يما انا ما قاعده ادعي، بس شو اسوي؟ من حر ما في يوفي يا يما، ودي ودي الريوق حقه، ودي ودي يا يما. ان شاء الله ان شاء الله. يا رب. يا رب تهدي لولادي يا رب. يا رب ابعد عن الشيطان يا رب. تفضل تفضل طال عمرك تفضل. بسم الله الرحمن تفضل الرحيم. تفضل تفضل. ما كنا المكتب متغير. ما اعتقد في شيء عمي، هذا هو المكتب على حطته. البردات من اللي منزلهم؟ بطل بطل بطل. حاضر. خليه يطعخ، يدخل علينا نور ربك. بطل. اي. يوسف. يا يوسف. هلا عمي. وين قلت لك قايلي والدله؟ وين الورد اللي هني؟ شنو؟ قلت لك قايلي والدله، انا ما تريق له هني، صار لي مده، ما تريق في البيت. وين هم فيك؟ عمي ما ادري ايش اقول لك والله. من مغير بمكتبي شيء؟ من هو؟ ما في شيء، المكتب هذا هو عمي. لا مو هذا هو، من اللي يقول هذا هو؟ ما تشوف، بطل عيونك عدل وطالع. يا هاك هاك، وين الدروع اللي هنا حضرتك؟ وين الاصفر؟ ها؟ حلو، طالع الغبار. انت ما تحط بالك على مكتبي. عمي الحين انادي سحر خل اشوف شو المشكله، اكيد في شيء غلط. كل شيء غلط، انا قايل لك صح. غلط غلط كل شيء غلط. قول حق هذه بس خل تجيب الملف اللي امس ما قريته، بنفس الوقت قول حق هذا يسوي لي فنجان قهوه راسي بينبط. ولا يهمك. يلا شو اقول؟ هلا عمي. قول لهم بعد يجيبون بخور. ولا يهمك. خلي بخرون مكان ريحه اللهم يكافي. حاضر حاضر. يا مكتب كذي. شو صاير؟ مين مسوي كذي؟ وكذا انا شو بشتغل وانا يا عمر؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل. رمان وصل وصل. رمان رمان ويني؟ رمان رم السلام عليكم. هلا يما هلا فيك. عيل عيل الطباخ وينه؟ اقرب مال الحين متشرغد بدوار الشيراتون، انا عطيته اجازه. ها ايش حقي خالتي؟ اللي صاير ان اميمتك بعد عمري وطوايفي البارحه دقت علي وتقولي مشتهيه براغ، قلت والله ما اخلي بخاطرها. رحت الصبح وجبت اغراضاتي وسنعت كل شيء وقلت هي اطبخني بدل ما اطبخها بالبيت وايش قال يصير بارد. هي مو بتوصل اليوم؟ ايه مبلا مبلا تصل اليوم. بالسلامة يا رب وتاكله هني وعافي على قلبها. الله يعافيك. بس خاطي يعني تعبناك معانا. لا يا يما ما منكم تعب، وي انا اخدمها بعيوني، خل تصل بالسلامة بس. انفع شلونك؟ الحمد لله زينة. عيلة خليكم على راحتكم، اي شيء تبون ترى انا قاعد برا. عن اذنكم. انفع شلونك؟ الحمد لله. هذا اللي الله قدرك عليه؟ يما ايش تبيني اقول له؟ اساله عن زوجته ولا اقوم اطق له تحيه؟ لا لا تطقي تحيه ولا تنشديني عن زوجته. ردي بريج حلو، قولي له الكلام اللي حفظتك اياه انا من البارحه وانا قاعده احفظ فيك. طاح ابوك على امك. قومي يلا قومي. قومي الحقي قولي الكلام حلو، قومي. قومي دعين وانت اشتغلي اشتغلي يا من لقالك واحد ثاني تبعد الرقعش لزقش مدرفعش على واحد ثاني افتك منكم قطيع تقطعكم مالت على ابوكم بقبره عدنان يا هلا بهالصوت يا عيون عدنان خير انفال تفضل امي تقول تامر على شيء على الغداء بعد بخاطرك لا ماكو شيء ببالي يعني اي شيء تسوونه انا راح اكل عادي يعني انت
ترى احنا بالمطبخ يعني ما فيها كلافه، اذا تبي شيء قول. وانا ما استحي منكم يعني عادي يعني اقول اذا ابي شيء. انفال انت في شيء؟ يعني احس مو طبيعي، يعني مريضه تعبانه في شيء؟ لا بس يمكن عشان محطمك هاج اليوم شايف وجهي تعبان. تبي شيء؟ سلامتك. ايه مو حاطة مكياج كذي، إذا تحط مكياج ايش راح تصير؟ قنبلة قنبلة. لا جميلة جميلة. طال عمرك انا سألت اماني وسحر قالوا انهم ما لهم شغل بالمكتب ولا دشوا المكتب نهائيا. شلون بالله شلون؟ يعني مكتبي ينعفس بروحه كذي ينعفس؟ لا بردات مبطلة، لا دراج مبطلة، لا بخور، لا كيك، لا قهوة، لا أوراق اللي حاطهم أنهم فيه، الجرايد اللي كل يوم هني وراحوا. براشد هذا شغل ألطاف، هي اللي كان بتجيب الجرايد. وهي اللي كانت مسؤولة عن القهوة والبخور وكل حاجة تخص مكتب حضرتك. مدام شغل ألطاف، وين هي فيه؟ ليش ما يطبعاكم؟ أنا ما قلت لك كل موظفات السكرتارية يجون؟ عمي إيه اليوم غايبة، مرضية. احنا مقسمين الشغل بيننا نفس ما طلب منا يوسف. وابو الالطاف كانت مديحه هي اللي بتعمل شغل حضرتك. هي كانت بتعمل قهوه كيك متذكرش؟ اذا قابت الطاف يخترب مكتبي يعني ينعفس فوق حدر؟ يا خل الشاي والقهوه والكيك والبخور، الملفات اللي حاطهم على مكتبي وين هم فيه؟ لا حضرتك الملفات موجوده، ثانيه واحده. ملفاتها حضرتك. احنا من عرفنا ان هي غايبه حاولنا نعمل كل شيء هي تسويه، بس بصراحه ما كنا نعرف موضوع القهوه والكيك والبخور وال نعرفه. البردات 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 الستاير الستاير مسكره، ليش ما بطلتوه؟ ليش ما خليتوه المكتب يتهوى؟ خلوا البخور وخلوا كل هذا، لكن عاد الواحد يدش مكتبه يشم ريحه حلوه على الاقل. ترى الاشياء هذه لو تشوفونها بسيطه بس هي مهمه، مهمة علشان الواحد يشتغل براحة. والحين يلا يلا كل واحدة تروح مكتبها، يلا روحوا. يوسف. نعم عمي. وين رايح انت؟ عمي انت قلت كل واحد يروح مكتبه. انا قلت كل واحدة تروح مكتبها، انت واحدة؟ لا عمي كل هالطول بعد عمي واحدة بس ما انتبهت. زين من هي هذه الطاف؟ عمي الطاف هذه اللي وصتنا عليها ام راشد. بنت نوره، اقصد بنت مناير. والله عاد ذربه وسلعه سلعه. لا داومت خلها تعلم هالدبش شلون الشغل، عرفت؟ مو لغاب واحد من الموظفين خلاص انعفس مكتبي، مكتبي مو معتمد على موظف ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره، لا انا ابي الامور كلها تمشي مثل الساعه، مفهوم؟ ان شاء الله عندي. تأمرنا بشيء ثاني؟ لا لا ما بشيء ما بشيء. عين اذنك طال عمرك. ويه الحمد لله لاني مريضة ولا فيني شيء، ما فيني إلا العافية. بس حبيبتي هذا طلب مناير. أمي قالت ليش لا تروحين الدوام؟ إي والله هذا اللي صار، قالت لي لا تروحين، وتالي خذت دلي وملي معاها وراحوا عشتوا بيت عمتك مشتهية محاشي راح يطبخون لها. زين ليش عاد؟ شنو ليش عاد؟ يعني ما تعرفين امك؟ عسى ما طلبت منها نوال شيء الا ركضت وراحت؟ لا 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 انا اقصد ليش ما خليتك تروحين الدوام؟ لطوف اكيد في شيء، اكيد في سبب. تشفيك يعني؟ يعني مثلا بيكون شنو في؟ مينونه مينونه انتي؟ ماكو سبب، سبب يعني من وين؟ عرفت ليش؟ امي قالت بتاخذ انفالو وانوار وياها عشان المحاشي تدرين بعد، فقالت ليش تخليك انت بروحك؟ حرام تتعبين بالمطبخ والشغل وكذي، علشان كذي خلتني اقعد هني علشان اساعدك. معقوله؟ يا ما شلت البيت على راسي، امي ما تمها هالسوالف. اكيد في شيء ثاني. والله يعني شيء ثاني مثل شنو؟ ما ادري لطوف ما ادري. امي متغيره، صايرة واحدة ثانية، عندها أفكار غريبة وعجيبة. الله يستر بس. عجيبة وغريبة يعني مثل شنو؟ زواجي من جاسم بهالطريقة، سالفة أنفال وعدنان
وظيفتك. لا لا الطوف لا، في شيء براس امي. شنو؟ الله يعلم. ها؟ ايش دراني انا؟ والله يا حلومه انت صراحه ادري، انا ايش دراني؟ ما ادري، علم علمك. وانت ايش فيك انخبصتي كذي ها؟ لا الطوف، لا يكون امي قايلت لك شيء وخشته عنه. واي احنا مو ايش فيك؟ ايش فيك انت مينونه؟ يعني ايش بخش عنك؟ ايش بخش عنك انا؟ انا ايش دراني عن شيء اصلا؟ ايش قلبتي علي؟ الحمد لله والشكر، انت ما حد مضيعك غير المحقق كونان. واي ايش اخباري محقق كونان؟ دراني عنك؟ الحمد لله والشكر. شوفي لطوف، من صارت سالفة زيدو وأم راشد ما عطت أمي الفلوس وهي متغيرة وقاعد تخطط حق أشياء، شنو ما أدري. واي أحلامه، فكيني عاد، ذبحتيني حنة من الصبح. خلاص يبا إذا أمك شيت قعديها وسأليها اللي تبينه، أنا طلعيني من السالفة، قاعدة تحققين معاي. أوف راسي قام يعورني، بعدل شغلي بخلص. خلاص خلاص، هدي أعصابك حقك علي. العظيم حسين، حسين يما قوم. حسين حبيبي يلا يا يما قوم، أذن الظهر روح صلي يا يما، لا تقطع هالعادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، قوم يا حسين. حسين 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 يما، حسين يما رد علي. حسين زمزم زمزم لحق علي أخوك، ما أدري إيش فيه زمزم. عفي على بنيتي، الحين صج عرفتي مصلحتك. يما قاعد تحاجيني أنا؟ حاجي روحي عيل، هي حاجيش زين سويتي، الحين عاد أقدر أمخبخ اللي براسي. يما ترى أنا غصبا علي قاعد أسوي اللي أنت تبينه. عادي غصبا عليك شنو يعني؟ غصبا عليك إيه؟ وفكري إنك تعصيني، تذكري التليفونات والمسجات وشوفي عاد إذا وريت أخوك إيش بيصير. أعوذ بالله منك يا إبليس. ثلاث افتكيت منهم الحمد لله، باجي العلة اللي ورا. ما تقولين آمين، ما تبين ريل؟ أسفة يما ما سمعتك. أسفة يما ما سمعتك. طبعا ما سمعيني، ما دام هذا مشغول وتفكرين وسرحانة. إيش في سرحانة؟ لا يما أنا مو سرحانة. هين مو سرحانة. حظك وحظ أبوك. لا لا لا، لا مو صحيح، مو صحيح يا يوسف. يعني من تغيب وحدة خلاص؟ سيستم الشركة كله يختنق. لا تحاتي يا عمي، إن شاء الله من باكر كل شيء يرجع طبيعي. شنو كل شيء يرجع طبيعي؟ بكيفك، أدخل مكتبي ريحته نتنة، لا قهوة لا حلو لا شيء، فشلتوني مع أبو وائل وأبو مرزوق، علبكم ما حد عنا نفسه ويجيب له استكانة شاي على الأقل. أنا تعودت أي قبل لا أطلب الشيء موجود، الحين أطلب ولا يوصل. وعمي البنات للحين مو متعودين. يتعودون يتعودون يتعلمون. أنا أدفع لهم رواتب بلاش يعني؟ ولا صدقة بالله قول لي. على فكرة يا عمي ترى كلهم هم زينين، لكن ألطاف شوية زيادة عنهم بالشغل أفضل. ألطاف صح، ألطاف صح، ولازم كلهم يمشون مثل ما تسوي ألطاف. أنا شخصياً مقتنع باللي تسوي ألطاف. أنت تدريني أنا ما تريق في البيت هالأيام، أي هني أتريق لأن اللقمة موجودة. ولا صار الظهر دش عليه الفراش شايل هذيك الصينية وفيه كرواسو وفيه عصير، الحين ماكو شيء اشوف. ان شاء الله من باكر اخليه يجيب لك درزين كرواسو. تستظرف انت؟ انا اسف طال عمرك. انت على بالك الامور هذه بسيطه بالنسبه للموظف. الامور هذه تعطي الموظف بوشنج، تعطيه دافع. هذه الامور اللي تشوفونها انتم زايده عن اللزوم، لا ما هي زايده عن اللزوم، هذه ضروريه. ليش؟ عشان الموظف يشتغل بضمير، عشان هذا اللي عند الموظف يتفتح. عدل كلامك عدل. عدل؟ أروح أغيب لساعتين وأرجع ألقى مكتبي كله عفيسة. ها؟ سكانة شاي، الأوراق مكانها، كل شيء مكانها، ريحة سجاير. والله بالجو هذا شلون أشتغل؟ قولي يا يوسف شلون أشتغل شلون؟ لا تحاتي يا عمي، إن شاء الله من باكر اللي تبيه يصير، وأنا بخليهم يمشون على طريقة ألطاف بالحرف الواحد.
نشوف. فما الله. حياك الله عمي. درب السلامة إن شاء الله. هذه ذبحتنا لطاف بشغلها. ما أدري إيش أسوي فيها. تدري شنو أكثر شيء مستغربة منه؟ واي حلوم خلاص عاد حرام عليك رحمينا شفتي ريجي من الصبح أمك سوالف أمك. إيش دعوه للطوب خل أفضفض لك شوي. إذا ما أسولف معك أسولف مع من بهالبيت؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. خلاص سولفي فضفضي خلنا نسمع. ثقة أمك الزايدة. شلون متأكدة 100% إن عدنان بياخذ أنفال؟ ولو قال إن أهله بيرضون؟ واي أنتِ مو راضية تستوعبين؟ أمك تعرف أشياء ترى لا أنا ولا أنتِ ولا حد يعرفها. وبعدين لحظة ليش وايد مستغربة؟ يمكن عدنان وأنفال بيصير موضوعهم نفس موضوعك أنتِ وجاسم، ما أخذاك بالسر، معناته موافقة أهله كلش مو ضرورية. تتوقعين صج عدنان خطب أنفال وأمي ما قالت لنا؟ والله ما أدري، علمي علمك. زين وردت فعل جاسم شنو راح تكون؟ اندرى ان اخويا بياخذ اختي. بعد لا تقولوا لي راح نخش عنه. ذبحتينا حنا ذبحتينا حنا يبا ما راح نخش عنه بنقول له اكيد بنقول له. صوت اسعاف صح؟ هذا فريجنا. انا بروح اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. صاير اسعاف عند بنت خالتي رزقه؟ الله يستر الله يستر. هذه مو وصلت. اكيد امي راح تروح لهم. ها تعرف شو السالفه؟ ايش صاير؟ ليش تكفى روحي بيت خالتي رزقه شوفي شنو فيهم. الطاف احلام. ليش الاسعاف واقفه يمه؟ يمه تعالي شوفي الاسعاف واقفه عند بنت خالتي رزقه. اوص انفال اوص. يمه شوفي الاسعاف شوفي هو فين بنت خالتي رزقه. قاعده اشوفها ماني عميه. لا لا خلوا نطمن عليهم تكفين. ولا سلمت ابو سيدك. احنا دكاتره ولا حسيرات مش داخل. يلا سلامتك يا يمه ما تشوف شر. سلامتك. وهذا حسين يمه على حسابي. حسرت قلبي عليك شوي شوي على ولي سلمته شوي شوي على ولادي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. تكفين بس توصلي لا تنسي تدقي علي طمنيني. ان شاء الله يمه ان شاء الله. ايش دعوه رشود؟ يعني ما تقدر تقول لي ولا شيء كلش؟ هذا طح هذا؟ لا تقعد تسحبني بالحكي. شوي شوي عاد هذا سوالف. لا 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 قول تغير شكلها. انت علامك مزهوق ملقوب بعد شوي بيشوف كل شيء. الحين انا بس بعرف شغله مع امي ما شاء الله بير ما تطلع منك الحشوه ومعاي انا بخور السوق. والله سوالف امي تونس الصراحه. سوالفك انت ضيم ما تنبقى؟ ما شاء الله. هلا هلا وغلا. هلا 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 براشد. هلا يا ابوي العود. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طولت يا ابوي. اي يابا طاب لنا المكان وذاك البراد والهواء الحلو بس مثل الكويت ماكو. اكيد ايه. اكيد اي اقول انا امك طولت اكيد طاب لها المكان. بعد ما تعرف امي. ما شاء الله ما شاء الله. ها ادنو مرحبا وزول. اه الحين مرتك جايه من سفر وتجاب الاتاري. وسول انت ثاني من يقول اتاري الحين. يبا مرتي مو موجوده. ها يبا اي امي خدتها من باب المطار لباب الصالون تقول ما تي البيت هني الا كامله مكمله. امك هذه ربيتها ناقصه بنت تعبانه جايه من السفر توديها دلي دلي الكوافير. عفا عليك يبا يغضى عليك بعد انت ما تعرف نوال هانم. نوال هانم دقت بريلها تقول حق مشاعر لازم تحطين اليهدى وتكشخين وتين بعدين حق عدنان. ايش عليك عدنان يبا
أقول تعدلت صارت نانسي. قول ما أبي. أنا متعاهد مع أمي، لا تسحبوني في الحكي. شوف من قاعد يسأل. ولو أنا بتكلم مو زين الفتنة. تعج قول تعج على الكرج قول. السلام عليكم. قوم ثوى اليوم. عليكم السلام. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. حياتي ما تعالوا. ما شاء الله. الله يكثر اللي طالبهم. ول 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 حتى دينار ونص ما يقدرون يدفعونه. لا احسن شيء انا اروح البنك واشترك وياهم يعطوني هذا الجهاز كنت اخليه معي. اي وحده تقول ما عندي كاش اقول لها يلا دفعي اشخط لها الكرت. يما واللي سلمك يما واللي خليج الله يخليج تكفين واللي سلمك يما واللي سلمك شنو ايش فيك شنو صار حايج ايش فيك يما ابوسي تشتقي على خالتي رزقه شوفي حسين ايش فيه ليش حسين طايح يما تكفين خلي اما بعينك وعين حسين فوقك صدق ما تستحين يا يتي تركضي من الثارة هاي خرعتيني دق على حسين ها يما انا نسيني خليني اولي تطمني على ولد رفيشتك هذه مو رفيشتك اللي انت وياها طول عمرك الحلوه والمره بكل شيء تطمني على حسين يما ولي سلمك انا مو بيونك يما اللي ما تسحين على وجهك يا جليله الحياه ها اول مره اشوف بنت تتكلم وما كنا صديقتها استحي على وجهك يا حق امك ولا ما تطمن على حبيب القلب موت ياخذك انت وياه قولي امين شوفي عاد احترمي نفسك انت جيل ما يستحي ها والله العظيم ايش هالجرأة ايش هالوقاحة يا يتي بكل عرض وي اتصلي بالحبيب حبك مرس انت وياه ان شاء الله سمعي تعدمي لا خلي هالبريرج هذا ينبب على ظهرك طس يلا يما والله راح اموت اذا ما استطمنت على ولي سلمك يلا تصحي تصحي يما ابوس ايدك يما تصحي 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 اخبرينك بلا وانتو ايه حرس اسوان شيكم تخزوني يما يعني ما فيها شيء الله يهداك اللي تطمنتي عليهم الله هذا وانا اقول الطاف اسمعهم وعقلهم هاتش معقوله يما قلبك مو ماكلك عليها وعلى ولدها يما الله يخليك يما اتصلي طمنينا ترى حتى احنا نحاتي خالتي رزقه مو بس انفال انا عايز قاعد ادق على زمزم بس مو قادره ترد يعني الا اقول لكم اني من حرجه ما لي عين ادق عليها بردت قلوبكم الحين يا ام حسين ما تعيطيش ابنك زي الفل وما فيهوش اي حاجه شلون يا دكتور ما في شيء هو بالبيت طاح علي مثل الخرجه مو بوعيه طبيعي انت مش قلتي لي ان هو ما كانش لا بياكل ولا بيشرب حصل له هبوط حاد لا اكتر ولا اقل يعني اكيد ما في شيء اكيدين يا ستي احلف لك ما فيهوش حاجه كل ما في الموضوع هياخد المغذي شويه فيتامينات شويه مقويات ويصير زي الحصان يا رب الله يسمع منك ان شاء الله زين دكتور بتبيتونا عندكم ولا بتطلعونه هو احتياطي حنبيته عندنا اجراء احتياطي مش اكتر نطمن انه هو بياكل طبيعي وكل شيء تمام ان شاء الله يا رب سلامات ان شاء الله الله يعافيك الله يسلمك يا رب يا رب تشافي ولدي وتعافي يا رب الحين ما بدلتي؟ لا مستانسة على اللبس والمكياج مو مصدقة روحي بس احنا من اول ما دشينا البيت وانت ساكت بس تخزني الصج يعني وايد تغيرتي صرتي حلوة صرتي واحدة نار امبي والله جد ضحكني عدنان ايش قصدك يعني قبل كنت جاي كره؟ لا لا مو قصدي بس يعني عادي ايش فيك قول الصج هذا الصج اصلا ليش مستحي؟ توني قاعد اشوف صوري بالتليفون اقول امبي ايش كثر كنت سحيله بس الحين نفس ما قلت لك
تحيرتي وايد، صرتي وحدة نار. صدق يعني عجبتك؟ وايد. بعد شنو تبين؟ ولا شيء؟ ترى مع الشاي كيك وايد حلو. مساء الخير. مساء. يه 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 يه. شنو هذا؟ اللي يكبرون يحلوون كذي؟ وش فيك هذا؟ أنا ما تغيرت من أمس. شو ما تغيرتي؟ لا. مغيرة بشعرك، حاطة ورد مسوي ستايل صح؟ يعني تسريحة. مشكور. تشبهين الممثلة اللي ما أدري شو اسمها. ميشيل بايفر؟ زين اسمها ميشيل بايفر. فايفر، تانجو، واتساب، ايمو، اهم شيء حلو عليك. عن اذنك. اي زيد. هلا. مشكور على المجموعه اللي اعطيتني اياها مالت ام كلثوم، وايد حبيتها. اهم شيء انك حبيتيها. عن اذنك. يعني هات سوي الطلب بسرعة على أطراقك. يلا بسرعة. يلا ألو يما، استأنست وايد وايد، استأنست بالكلام اللي أنا قلته، واستأنست على الهدية بعد. أفا عليك بس، تربيتك تربيتك الشيخة كبيرة العوائل. زين إيه؟ خلاص خلاص، أوكي أوكي زين خلاص، يلا باي.